تشهد الساحة الفنية الكويتية تواجد عدد كبير من الفنانات الخليجيات والعربيات، وأغلبهم له مشوار طويل في الدراما الكويتية، وهالشيء خلاهم يغيرون لهجتهم ويتكلمون باللهجة الكويتية، ومنهم اللي اختار أن يكون بين البينين، يعني لا يتكلم اللهجة الكويتية ولا بلهجته، وهم هالشيء كان مقبول ومكنهم أنهم ياخذون أدوار أكثر. جمهور ميس في الكويت والخليج دايما يشوفونها باللهجة العراقية اللي حببت الناس فيها، خصوصا إذا قالت الشعر العراقي. تشوف القشرة مليانة بشعرنا، وإحنا بهوانا ما شعرنا، طوال الليل نتسلى بشعرنا، أعضيدك وتعضيدي. بس الكل يتساءل ليش ما حاولت ميس تغير لهجتها علشان نشوفها بشكل مختلف، وممكن هالشيء يزيد من حضورها الفني. لهجتك اكيد حلوه ونحبها وقريبه على القلب، بس فعلا ما حاولت تجربين انه مثلا تتعلمين الكويتي؟ خصوصا احنا يعني موجوده انت في الكويت، مثلت بالمصري، مثلت باللهجه المصريه، مثلت باللهجه السوريه، مثلت باللهجه اللبنانيه، مثلت العديد من اللهجات، يعني كاركترات مختلفة، ومثلت أيضا باللهجة الكويتية في مسلسل ليش يا جارة. فكانت تجربة زين، فكل تلقيني كل شوية قاعدة يم واحدة من صديقاتي، شو تقولي؟ حفظت لكنة. أي لا، شنو المفردة عندكم مثلا؟ هيك مفردة شنو كذا؟ شنو مقابلها؟ شنو مرادفها؟ كانت طبعا أوجه لها تحياتي. لا ما كان صعب علي، لأنه الأقرب نوعا ما، الأقرب يعني اللهجة الكويتية. فقدرت أنه أوكي صح، يعني تمام مشت وياي حلو. تعتقدين أن هذا الدور ما علم لأنه ابتعدتي عن لهجتك؟ لأن باقي الأدوار تقريبا تعتمدين لهجتك حتى على المسرح. في مسلسل أحلام وردية أيضا يعني حكيت باللهجة الكويتية. عندي أكيد تطفر مني بعض الأشياء، بس كان الأكثر الطابع كويتي في أحلام وردية مع الغالية أنا العوضي وأستاذ عبد الرحمن العقل، أوجه لهم تحياتي. شو الأصعب كان عليك من اللهجات اللي قدمتيها المختلفة؟ كان اللهجة اللبنانية والسورية، يعني اللي يتكلم أحياناً سوري يقولوا له مثلاً أنت لبناني لو سوري، أو من يتكلم لبناني يقول له أنت لبناني لو سوري، صح لها قريب طريقة. على بعض يعني مثلاً باللهجة السورية أنت شو بتساوي؟ باللهجة اللبنانية أنت شو بتعمل؟ اوكي، وبالكويتي زين شو تسوي؟ مثلنا باقي السعودي، باقي السعودي دا اتعلم شوي 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 من خلال طبعا الصديق الغالي حبيب الحبيب واسعد الزهراني، فاتعلم شويه من عندهم بعض المفردات. احنا طبعا حابينك باي لهجه اكيد تتكلمين فيها، بس يعني احنا شفنا دائما يعني مكرر ان تكونين في لهجه صحيح تعتمدينها في غالبا. حبوا اللهجه، حبوا اللهجة، فدائما مثلا من أجي فما عندهم اعتراض على لهجتي حابيها. وأيضا لو طلب مني أتكلم بلهجة أخرى ما عندي أي مشكلة، لأن أنا ممثلة أحب كل اللهجات طبعا، يعني التعلمين شيء جديد. يعني إذا سافرتي رحتي ورديتي وكنتي في أجواء الشوارع وبين الجمهور، منو أكثر جمهور يكسر حاجز الخجل ودائما يبادر بحبه ومشاعره ويسلم ويصور؟ جمهورنا العراقي وجمهورنا الكويتي. تلقيني لما أجي بالكويت الحبيبة تلقيني كلش قريبة من الناس بالشارع، أوقف وأصور وننس أسأل، يسألوني وأجاوبهم، وأكو فد ألفة غير طبيعية مثل جمهوري بالعراق. يا سلام. لهاي روحة رحت البغداد الحبيبة، رحت البغداد قدمت أمسية رمضانية اسمها روميو وجوليت، ولا أزال أقدمها. تشوفين كل الناس جوني، وجتني مرة كبيرة كبيرة بالعمر، واي لو شايفة حبها واهتمامها ومتابعتها إلي. وآخر جملة سمعتها في مطار بغداد بد فشوفي انت لما تكونين قريبه من الناس، ولما هذا اللقب او الكلمه اللي دائما يقول لك اياها الفنان راح الله يرحمه الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله.